كبرنا صغار وخدينا لي كافينا ويرحم لي مات وخالي ما زد عافينا نهار ضربنا مونتي في تمنيا بينا كبرنا خايبين وما خيا فينا ترابينا ولاد مونتي فيك يقلبوا الأدية سبتي رجال بالصحة ولا فيا غير وقتي اللي ضاع وبقى فيا وحبيبة ديالي مازال واقفة غير المارياج عمر فلوسك ما تشري الأمان ربع في الشرف راه ما عندو تمن طلع للفوق كاع انت وني راسك. شوف ابيتشو، انا عارف راسي درت خطا كبير منذ الوهله الاولى، لانني بكل بساطه فكرت ندير معاك مشروع، فكرت ندير معاك شي حاجه اللي غنحركوا بها الحياه. ولكن تلاقاو جوج طموحات، انتني طموح ديال شاب تافه شاب مكلخ مقابل طموح ديال شاب اللي عنده اراده اقتصاديه عزيمه اجتماعيه، انسان بغى يغير شي حاجه في المجتمع. اسمح لي نقولها لك بكل وضوح، انت انسان غير نافع لهذا المجتمع. استمع بهلا، انت نافع للمجتمع في ما قريتي شي كتاب تجي تعرضوا عليا. وبغينا شي مشروع، بغينا شي حاجه اللي نتحركوا بها، بغينا مشروع اللي كيناسب التطلعات ديالنا كشباب تائه في هذا المجتمع. ساهله، اشنو دخل انت براس المال ولا ندخل معاك بالرباح؟ المشكله بيتشو، انت اصلا خاصك راس قبل ما ندخلوا في راس المال. اعطينا بروجي الله يرحمك. واش باغي بروجي؟ شنو نغرب له الشتا؟ كيفاش نغرب له الشتا؟ نلقاو الغربال تصب الشتا غيخرج الى موان قيا نعمرو القراعي وندفعو الناس ما زمزم. يقول لك لا لا ما يقولوش لا، ولكن انا عندي ما احسن من هادشي كامل. ها اعطيني بتسعة الله يرحمك الوالد. خير هادي كاع غير نوض الله يرحمك الوالد. لقيت الوالده بغات تشرب اتاي. السلام عليكم يا احسن مقدم في العالم، الرجوله والعماله والمعامله. لا لا كتنز عليا. حاشا السي المقدم. لا لا تنز تهنيت. واش انا نقدر؟ عطوه جيني من الاخر وقول لي اش من خبر جيب ولا اش من مونتي في دايره. انا راه ما نتعليش، انا راه غينيو. ولد عايشه بغى يتزوج وخاصه خزانه فين يجلس الناس. هذا ديال المعقول وهكا نبغيك يا ولد عايشه، ماشي النهار كامل وانت تدور في زناقي. صافي السي مبارك، بنادم وليش مع راسه وبعد على المشاكل. الوقت بغى الثقة. لا الوقت بغات الهناوات. المقدم اسيدي شوف الخزانه ما كاينش مشكل، عمر ليها طلب وتامبر ديال 400 جيبهم لي المقاطعه والله يجعل كلشي مبارك ومسعود. فينا ولد عايشه اللي كنتي كتعرف السي مبارك، راه كبرت بارك الله شوف ومحسن، باقي عنده مشكل واحد. اشنو؟ باقي خاصه لاكارت. لا سيدي شوف، ملي بغيتي توقف على رجليك وتجمع راسك لاكارت نعاونوك تتصوبها. 8 ايام نحضر هذيك. اوه 8 ايام نزيد نصبرها. واش السي مبارك ما تقدرش نتزوج بلا لاكارت؟ لا لا ما باغيش المعقول ولد عيشة. لا لا ما باغيش المعقول. صافي يا ولد عيشة دوا معاك السي مبارك، قال لك 8 ايام شكون عندك لاكارت، هي 15 يوم شكون عندك. انا غنصبر على 8 ايام. فرحان؟ تا غيطير بالفرحة. قول لي خلص البري. ما تخافوش علي، دابا نعاود نجمع الوقفة وانتم دايريني بين قوسين. وعلى سلامتك اميمتي، انا بغيت نقول لك شي هضرة. هو السي وسيم بغى يقولها لك. بصراحه الوالده انا وبيتشو قررنا نديروا واحد المشروع اقتصادي شي اما باش نعاونوا الحركه شويه، وكما كتعرفي اي مشروع كيخصو راس المال. اري داك الراس من بوسه بعدا. ايوا الراس حنا بسناه، المال راه عندك الوالده تعاوني معنا شويه. نعاونكم على شكون اللي عندي في الدنيا غير انتوما. هذا قصص الدين. يا القص الاخر شد الله في قرجته. الوالده حنا طالبينها كبيره شويه. النقشه غادي يقول لك شنو كاين. يلا قول اسيدي. الوالدة غادي نجيك من الاخر، انا راه بغيت حقي في الورد. يموت في برشلونة وانا مدريدي، يلبى موت في عيونه. هيا زين تفرعوا الناس راسهم. هيا خويا مغبطين، واحد العشرين درهم نضرب غا واحد القيجه وانا معاك. اكون غنيتيه مزيان نعلق لك انا حتى 5000 درهم زيد في حالاتك. سير اوليدي سير سير، راه باقي لقاك هنا نقرقب لك على ذاك العود. مزيان تبارك الله. اش حب الخاطر اسير مقدم؟ مغبطين، اعطيني شي فيلم
ويكون رومانسي. أحلى رومانسي يستي المقدم قد وقع في الفخ. وضروري نكون قد وقعت في الفخ باش ناخذ فيلم رومانسي. عطيني الفيلم مباركة من الهضر. كاين واحد الفيلم رومانسي ولكني بالفرنسي. أراه ليا. علاه أنت بعدا تتفهم في الفرنسي؟ الله يهديك مهبطين. الحب لا لغة له. الحب مهبطين كيتحس ما كيتفهمش. هكيني على السي المقدم ولا ليا شاعر. إيوا أعطيني الفيلم قبل ما نولي معاك مجرم. هاك ها هو واحد الفيلم رومانسي. تفرج فيه ورد عليا الخبار. على حسابك. شوف. صافي. غيز. نشوفو. بغيت حقي من الورش وكل شي باغي حقه. تا واحد ما قادر يقوله. سووا ليه. يلا هضروا. مالكم سكتوا. وليد راه قال لك الحق. راه فيه بس عطى كل واحد حقه ومشو نقلبوا على راسنا. هذا اباسين. انت مول العقل. يا صافي هيك. هادشي علاش طبقتو جميع. بيتو تشتو الشمل. وتفرتكوا الدار. واسمعوا نقول لكم باكم داكشي اللي كانت يجي بالليل كيمشي بالنهار. والو ما خلى البومرت ما يورد. فهمتيني؟ المهم الوالد احنا قلنا لك شنو كاين. والكورة عندك وفكري مع راسك مزيان. المهم انا الوالد راه بغيت هالراحة ديالك. يا باين كلكم بغيتوا راحة. الله يجازيكم بخير. ما كاين ما يتورد. جدكم الله يرحمه قبل ما يموت عرف باكم ما عنده عقل ودار للدار تاوي حبسها. اذا ما كاين ما يتبع ولا يتشرع هنا غادي نبقاو حتى نموتوا جميع. واللي ما عجبوش الحال يخرج عليا من داري. يلا الباب عربت مكتافكم. يلا هو غيخرج الوالده وقاد براسه. المهم انا قلت حقي وصافي. واللي بغاني يتبعني. انا النقش انا جاي معاك كيبان لي انا وياك اللي بقينا رجاله في الدار. اسمع على قلب كبا قال لك غير هما اللي رجاله. هما كيخرج من الجماعه غير ابليس. السلام عليكم. مشي معاهم امي ولا تنتعشى معاكم. الحبه مهبطين كلمه صغيره ولكن المعنى ديالها كبير. الحب ما كتحكمش فيه هو اللي كيتحكم فيك. الحب هو مني كيطيح الحب وكيسيب وطاه. الحب ومني كتلقى على من تحط الراس وترتاح. ترتاح هزلت. الحب كان هي صيفطنا للحبس السي مبارك. عندك الحق. الحب كيحطنا في شي مواقف بايخه. ويه واعلم الله فين غادي ولاد علي في هذا الليل. هاديك خدمتك انت. انا خلصني في السيدي ديالي. هين يا زمن. يلا تنقول لك الحب لا يقدر بثمن. ما كتفهموش في الحب. حيد قدامي. حيد. لا يقدر بثمن. اي بلاتي سوف تدفع الثمن غاليا. غادي تحرك نطرد الخويا الشوفيه ديالهم. بلا ما تبرزط راسك. حنا غنسولوك وحنا غادي نجاوب. جينا نجلسوا عندك بضعه ليالي او ايام او سنوات على حسب الجهد. الا كنتي موافق ضغط على الزر واحد. ما كنتيش موافق حنا اللي غنضغطوا عليك. غادي تقول هادشي واحد غادي غنعد. صافي طلق بشويه الدراري. صافي مرحبا بكم. مالكم الدراري بغيتوني نخرج؟ انا كاع نخرج من دار داركم. لا ما تخرجش. تبقى معانا وغتسخر لينا. صافي داكشي اللي قلت انا نبقى معاكم ونتسخر ليكم وخادم ولا سيدي رجل. يلا حل الباب. عندك شوفو. عندي خبز كامل ولكن نقدر نسخنو الدراري. مرحبا بكم. هاك عاوتاني قيد على الصباح. تبعتونا على الزواج في هاد الدرب. حتى قلنا غنتزوجوا ونشدوا معاكم الطريق. قال لك حقه ما حقه. سنا لاكارت تخرج على 8 ايام. كاين 7 ايام ديال المشماش و8 ايام ديال لاكارت. وحنا غنتسناو معاكم. مزيان عليك باش بنادم يكور راسو. خلص الكريديات اللي عليه. شحال كتسنى خويا ابراهيم؟ ولد عيشه. ولد عيشه. ولد عيشه عندك 17 100 ودرهم قد قد. انت من جدالك الدرهم اخونا.
درهم ديال الكارو اللي غتقول لي راه دابا نيت. قام اللي بززت علينا راه داك الكارو راه. هذا؟ أنا شنو إبراهيم؟ صباح الخير. إبراهيم أجي أنت؟ فغادي في هذا الصباح. ماشي شغلك تضيع في الجهة اللي ضراك. ضراني أنت هاد الساعة. ولد عيشة الله يرحم جدك فرقني عليك راه الصباح هذا وراني عامرة وخاصني غنعامل. حاس بي. تماك. عارفك عيشة عيشة الدلمة هذوك خوتك. وما بقى والو نهنك من هذيك العيشة ديال الوين. خاصك غير أنت تبغي. واش أنا شكيت عليك؟ فوتني وسرقني شي حاجة راسك وأنت غاك تلصق. حتى التقيد. اش كاين اولاد عيشه ياك ما نزيدك شي قوارو نكملو 1700 درهم قد قد اعطينا السم اخويا نكموت لنا ومن الدب ولكن ما تقولش لي قيد ريري ولد عيشه موقف زين مدير لها الشوهه في الدرب شنو هو